خلينا نتنتهي. الو اطلقني 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 على الديركت. سي بون مازال ما جاش. تحية لك مصطفى مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا النقل المباشر اللي وقع الشوط الثاني لمباراة جمعية تشلف شبيبة القبائل. الشوط الأول كان انتهى بها تعادل السلبي 0-0، نعيش الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني نفس النتيجة 0-0 بين جمعية تشلف وشبيبة القبائل. ما فيش تغيير على مستوى التشكيلتين. بالنسبة لتشكيلة جمعية تشلف، نجيب مداح في حراسة المرمى، بالمعروف بالحوش، حرور، عرب، طاهر، زعنون.